أريد أن أسلط الضوء بشكل أساسي على التجربة الشيعية في السلطة. الشيعة يبكون لقرون طويلة وهم يندبون حظهم أن السلطة كانت بيد غيرهم، ولو أن السلطة وصلت إليهم لفعلوا، لتركوا، لبنوا جنانا في الدنيا. إلى النهاية كلام بلا ثمن يمكن أن تسمعه. في السنوات الماضية صار هؤلاء هم أهل السلطة في أكثر من بلد. في إيران منذ أكثر من 40 عاما، في العراق، في لبنان، وصار لهم تأثير على كثير من شعوب المنطقة. لا أحد يقول بأنه لا، هذه ليست تجربة شيعية. لا تقل لي بأنه في لبنان يعني هذا حكم شيعي. لا، حكم شيعي. أنتوا الشيعة لبنان هم السلطة الحقيقية. لا يمكن نهائياً أن يقع شيء في لبنان دون موافقة شيعة طهران. لا يمكن. رئيس جمهورية ممكن يصير إلا بتعيين من قبلهم. رئيس الوزارة كلها تتحمل المسؤولية 100% عن كل ما جرى. أنتوا شركاء في كل الفساد واللصوصية والقتل وإلى النهاية. في العراق أنتم السلطة أيضا، كل السلطة أيضا نفس الشيء. في إيران هاي سلطة شيعية، مو بس سلطة شيعية، وعلى رأسها أدعياء الدين والعمائم. عمامة طهران هي التي تقود الأمر في لبنان مع عمائم هنا، وعمامة طهران هي التي تقود الأمر في طهران، وعمامة طهران هي التي تقود الأمر في بغداد، طبعا مع جمهور عمائم. العمائم بأغلبها منخرطة تماما في الفساد في لبنان، في الفساد في العراق، في الفساد في إيران. وإلكم إصبع بسوريا دمرت سوريا، وإلكم إصبع باليمن دمر اليمن. طبعا ما وجدنا فتنة مذهبية قاتلة مدمرة بالتاريخ، راجع التاريخ، كالذي حصل اليوم يحصل في هذه الأيام، ما وجدنا في الماضي. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.